السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالوحدة الثانية للجذع المشترك العلمي، أي التوالد الجنسي عند النباتات أو التكاثر الجنسي. طبعا هناك الكثير من أنواع النباتات، إذن هذه الوحدة ستهتم سواء بالنباتات ذات الأزهار، النباتات الزهرية، وكذلك النباتات اللازهرية. قبل أن نبدأ في التكاثر الجنسي، يجب أن نعرف ما هو الفرق يا ترى بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. التكاثر الجنسي هو تكاثر يعتمد على وجود الجنسين، يعني الذكر والأنثى، ولا بد من وجودهما، وكل واحد سيسهم بطريقة معينة في الحصول على كائن الجديد بشكل عام، أي بعد حدوث ظاهرة الإخصاب. أما التكاثر اللاجنسي فهو تكاثر لا يعتمد على وجود الجنسين، أي أنه لا نحتاج لكلا الجنسين، بل فقط كائن واحد هو الذي يقوم بالعملية ويقوم بإعطائنا كائنا جديدا بدون اللجوء إلى الجنس الآخر. إذن هذه الطريقة يمكن أن نجدها كثيرا عند النباتات، فمثلا بالنسبة للبصل، بالنسبة للبطاطس، إذن يمكن أن تعطينا كائنات جديدة أو نباتات جديدة بدون اللجوء إلى كائن آخر، أي الجنس الآخر، فقط نفس النبتة تعطينا نباتات أخرى. نفس الشيء نجده في بالنسبة لنباتات التوت والكثير من النباتات، وهناك أيضا بعض الحيوانات التي يمكنها أن تقوم بنفس العملية، يعني تكاثر بدون اللجوء إلى الجنس الآخر. ولكن كما رأينا من قبل، بالنسبة للتكاثر الجنسي فهو يحتاج لوجود الجنسين، أي يستلزم وجود الجنسين. إذن في هذه الوحدة سيكون الاهتمام أكثر بالتوالد أو التكاثر الجنسي، لا reproduction sexuelle، عند النباتات بمختلف أنواعها. إذن البداية ستكون مع النباتات الزهرية، والتي تنقسم إلى نوعين، فهناك نباتات زهرية عارية البذور، وهناك نباتات زهرية كاسيات البذور. والبداية أيضا ستكون بالنباتات كاسيات البذور. إذن هذه النباتات تملك أعضاء جنسية والمتمثلة في الزهرة. إذن الزهرة تعتبر هي بمثابة تجميع للأعضاء الجنسية عند النباتات. نحن عندما نجد زهورنا أمامنا نقول هذه زهرة هكذا، لا نعرف أنها هي الأساس في التكاثر الجنسي عند النباتات، ولكن فعلا لديها دور كبير في التكاثر الجنسي عند النباتات، لأنها تحتوي في داخلها على الأعضاء الجنسية للنباتات. هذه الزهور الموجودة في الطبيعة والتي تملأ الحدائق، تملأ الغابات، تملأ الكثير من الأماكن في الكرة الأرضية، هي ليست مجرد زهور للتجميل أو للزينة فقط، بل عندها دور أساسي. وطبعا هذه الزهور هي زهور اللي ممكن تكون عبارة عن زهرة واحدة، أي تكون زهرة بسيطة، وهناك زهور مركبة. الزهرة المركبة في الحقيقة إذا دخلنا فيها الداخل كنوجدوا عدة زهور صغيرة ملتصقة مع بعضها البعض. إذن هذه الزهور تسمى زهور مركبة، يعني زهرة واحدة تسمى زهرة مركبة. وكمثال على ذلك زهرة عباد الشمس، لأن إذا دخلنا فيها الداخل سنجد الكثير من الزهور الصغيرة والتي تعطينا فيما بعد البذور التي نأكلها، يعني الزريعة. إذن هذا فقط توضيح بسيط لأنواع الزهور الموجودة في الكرة الأرضية. والزهرة ليست أنثى،
يعني احنا نرى الزهره نقول هذه انثى، نقول بان الزهره مؤنث الى غير ذلك، ولكن هي الزهره ماشي انثى دائما. اذا ممكن تكون الزهره انثويه وممكن تكون الزهره ذكريه، كما انها ممكن تجمع بين الجنسين، اي تكون ثنائيه الجنس. وطبعا هذه الزهره باش نوجدوها في النبته او في الشجره ولا بد كيكون عندها مصدر، واي مصدر ديال هاد الزهره فكيكون هو البرعم اللي غادي نتعرفوا عليه فيما بعد بشكل ادق ان شاء الله. مقدمه ديال الدرس ديال التولد الجنسي عند النباتات الزهريه سالت هنايا، نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله باش نشرح اكثر كيف يتم هذا التكاثر، ولكن قبلا نعرف أكثر الأعضاء الموجودة في داخل الزهرة والأدوار ديالها، بالإضافة إلى كيفية نمو البراعم ومجموعة من المعلومات الكثيرة حول التكاثر الجنسي عند النباتات. فكونوا في الموعد وبالتوفيق لجميع التلاميذ إن شاء الله.